نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية حفلا لتقديم مساعدات إنسانية والتمكين الاقتصادي وأجهزة عرائس، وذلك على الأسر الأولى بالرعاية. تضمن الحفل فقرة فنية وغنائية لرسم البهجة على وجوه الحضور وبخاصة الأطفال. بهدف رسم البهجة والسرور على وجوه الأسر والعائلات الأولى بالرعاية، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية حفلاً لتقديم مساعدات إنسانية وأجهزة عرائس وتمكين اقتصادي، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء. الحقيقة احنا ممتنين النهاردة لسببين. السبب الأول ان احنا نفرح أهالينا ونقدم لهم المساعدات علشان نوفر لهم فرص عمل. تاني حاجة احنا جايين النهاردة كمان علشان نحتفل بمناسبة عيد تحرير سيناء. احنا طبعا جايين النهاردة علشان نفرح اهالينا. معانا النهاردة تسليم جهاز عرايس، اجهزة كهربائية، ومعانا تسليم برضه تروسيكلات عشان يبقى مصدر دخل للحالات الاولى بالرعايه. الحفل تضمن فقرات فنيه وغنائيه وتنوره لرسم البهجه والسرور على وجوه الحاضرين وبخاصه الاطفال، الى جانب توزيع الاجهزه الكهربائيه والتروسيكلات والكراسي المتحركه على المستحقين. النهارده هنلاقي ان احنا موجودين بتجهيزات عرايس، بتروسيكلات، تمكين اقتصادي. بنفرح بوجود الناس معانا، بنفرح ان احنا بنقدم مساعده، بس احنا موجودين كمتطوعين بننظم المكان وبنساعدهم، بنحاول نوفر لهم احسن سبل الراحه. بنسلم النهارده مجموعه من اجهزه العرايس، اجهزه للعرايس، ومجموعه من التروسيكلات كنوع من انواع التمكين الاقتصادي عندنا في حياه كريمه، وكمان عندنا برضو كراسي متحركه برضو بنسلمها. ياتي تطوير البنيه التحتيه وتوفير حياه كريمه للانسان كابرز المحاور التي تهتم بها مؤسسه حياه كريمه خلال فعالياتها المتواصله في انحاء الجمهوريه، كما ان حرصها الدائم على الاستجابه لأي استغاثات إنسانية أو حالات مستحقة يتم رصدها عن طريق متطوعيها، يعد أحد أهم ما تقوم به لخدمة المواطن المصري وتوفير الحياة الأساسية بالمناطق الأولى بالرعاية.